ياسمين على الاحلى واجمل مشتركين ومتابعين بقناتي انا جرمين المحلاوي. النهارده عندنا ريفيو مهم جدا. انا عملت لكم ريفيو عن اجهزه كتير جدا، عملت لكم عن المكنسه وعن الفلتر السبع مراحل وعن حلل الجرانيت ومش فاكره ريفيوهات كتير عن اجهزه كتير اللي هتلاقوها في قوائم التشغيل في القائمه الخاصه بريفيو. النهارده عندنا ريفيو حلو جدا عن ايه؟ عن العجان. العجان فريش، العجان ده ممتاز يا جماعه، حلو جدا. هو في خلاط وفي المفرمه وفي العجان، طبعا هو دلوقتي انا مش الخلاط بيبقى هنا، هو ومعاه مطحنه برده، وهنا المفرمه بتركب. هوريكم كل حاجه عن العجان، كل سلاح في العجان بيشتغل ازاي، هقول لكم الطاقه بتاعته قد ايه. جربوه بجد، اللي حابب يشتري عجان، عجان فريش ممتاز. انا مش بعمل عنه اعلان ولا اي حاجه، انا بحب دايما لما اكون بجرب حاجه سواء عجبتني او ما عجبتنيش بحب اقول لكم علشان افيدكم بيها واكون جربتها. يا ريت بقى تعملوا شير لكل الناس علشان اي حد حابب ان هو يشتري عجان يستفيد من التجربه، وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناه مع تفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، واي سؤال حابين تسالوني فيه قولوا لي رايكم في الكومنت. نتقابل على خير، سلام. بالنسبة للعجان فريش، اي عجان يا جماعة سعره في السوق غالي جدا وممكن يعدي ال 5000 جنيه وبيوصل ل 17000 جنيه. دي بتبقى ماركات غالية جدا، بس انا العجان اللي انا جبته سعره مناسب جدا، هقول لكم طبعا سعره في الفيديو باذن الله. العجان اللي معانا النهاردة ده الضمان بتاعه سنة، القدرة بتاعته 1200 واط. ضروري جدا اوعي تجيبي عجان اقل من 1000 واط، لانه هيبقى صعب جدا، هيبقى استخداماته في العجين ضعيفه. فلو جبتي عجان اقل من كده اعرفي ان انت يا دوبك هتستخدميه للكريم شانتيه، للكيك، لاي حاجه العجين بتاعها جوسي سائل شويه. لكن طبعا بالنسبه للعجن اللي هو البسكويت، الكحك، فطائر، بيتزا، اي حاجه العجين بتاعها بيبقى جامد شويه، فلازم يبقى معاه موتور قوي جدا. هقول لكم بقى مكونات العجان بتاعنا، وعايزه اقول لكم ان انا في ناس كتير قوي مجربينه وما شاء الله عايش عندهم سنتين وثلاثه وزي الفل، محدش اشتكى منه خالص. الحجم الحله بتاعته اهو زي ما احنا شايفين 5.2 لتر، بتاخد تقريبا كيلو لكيلو ونص دقيق، ما تزوديش عن كده علشان يبقى قدرة الموتور مناسبة جدا للعجين بتاعك. وهي عميقة جدا واستلس، ما تجيبيش اي عجان في الحلة بتاعته مش استلس، ده غلط. وما تجيبيش العجان يكون الحلة بتاعته ازاز. المكونات بتاعتي النهاردة وهوريها لكم على الطبيعة، هو معاه شفشق، خلاط، ومفرمة لحمة. دي ميزة فيه، لو انت حابة تقلل فلوس شوية وعايزة عجان بس موجود مفيش مشكلة خالص، بيبقى العجان هو بس كده. يلا بينا بقى علشان نشوف الفيديو، واسفة اني طولت عليكم بس بجد كل اللي انا قلته لكم ده كان مفيد وفي صميم الموضوع. يلا بينا علشان نشوف العجان من جوه. زي ما احنا شايفين هنا بنركب وهركبها معاكم برضو الاسلحة بتاعته، وهنا الحلة اللي استلس، الزرار ده اللي انت بتفتحي بيه الجزء العلوي ده، الدرجات بتاعته هو 8 درجات يا جماعة، 8 درجات اهو زي ما احنا شايفين، 8 درجات. دي السرعات بتاعته، دي اللي هي السرعة بتاعته اللي هي النبض، اللي انت بتجيبي سرعة كبيرة عالية مرة واحدة. كمان بقى عايزة اقول لكم عليها، الجهاز بسم الله ما شاء الله وزنه حلو مش خفيف، وهو لسه مفيهوش اي حاجة، الجهاز ثابت جدا لدرجة ان انا علشان اشيله احركه من هنا لهنا بجد يعني بصوا انا عمالة ازق فيه ازاي يعني بصوا مش بيتحرك، ودي حاجة كويسة جدا لانه هو في كاوتشات من تحت بتلتصق مع الرخامة وده بيخليه ثابت اثناء العجن، فدي ميزة كمان فيه حلوة جدا. ده دي الفتحة
بتاعت ثواني عشان انا بس ايه. بصوا هي بتتفتح بسهوله، بص هوريكوا دي كمان الفتحه دي اللي هي بتاعه المفرمه. طول ما الغطا ما مش محطوط ومكشوف كده اعرفي ان العجان بتاعك مش هيشتغل. هي بتشتغل اهي، بص بتنزل في المجرى عادي جدا اهي تمام. طول ما هي مقفوله كده العجان بتاعك هيشتغل. هحاول افتح ده علشان اهي، بصوا هي بتتفتح بسهوله جدا، بس انا عشان ماسكه بايد واحده. ده المكان برضو اللي هو انت بتحطي فيه الخلاط بتاعك. طول ما هو العجان بتاعك الغطا ده برضو مكشوف العجان مش هيشتغل تماما. فهي بتقفليها بس ده بكل سهوله. وبرضو كنت حابه اوريكم الحاجه الخاصه بالضمان. بصوا ده الكتالوج اهو معاه تمام. بالنسبه بقى للضمان، بصوا يا جماعه الضمان بيبقى مكتوب فيه اسم المعرض اللي انتوا اشتريتوا منه والتاريخ. ليه بقى؟ لازم يكون من نفس التاريخ اليوم اللي انت اشتريتيه منه. لكن لو انت خدتيه من مثلا تاريخ الانتاج، فممكن يكون عدى على تاريخ الانتاج 5 شهور 6 شهور 7 شهور، فتبصي تلاقي السنة الضمان بتاعتك ملهاش اي لازمة. عشان تتأكدي من الضمان ده ان انت تاخديه من نفس تاريخ اليوم هيبقى ازيد شوية، حوالي 300-400 جنيه، بس صدقيني ده افيد لك تمام. هوريكم بقى القطع الادوات بتاعته اللي فيه والأسلحة بتاعته. يلا بينا نشوف وتابعوني. هنفتح بقى الحاجة سوا. بصوا ده الغطا بتاع الحلة معايا، دي اللي هي بتاعة الكريم شانتيه الكيك اهي. السلاح معدن معايا، دي يا جماعة اللي هي بتاعة العجن التقيل لما تكوني بتعجني عجن تقيل. بصوا الحاجات بقى اللي هي العجن برضو كلها معدن اهي. بصوا المعدن بتاعه بصراحة حلو جدا وتقيل. دي بتاعة اي حاجة انت بتعجنيها بس سايلة شوية، يعني مثلا زي الاكلير، زي العجينة بتاعة الكريب، العجينة اللي هي سايلة شوية، انما دي بتاعة العجن التقيل تمام. ادي هو معايا الثلاث اسلحة دول، ودي الحله يا جماعه الاستانلس بتاعها كويس جدا اهي زي ما احنا شايفين. هي عميقه يا جماعه، هي عميقه بس زي ما قلت لكم هي يتحط فيها مثلا كيلو او كيلو ونص دقيق بس، علشان قدره العجان تكون مناسبه جدا مع ايه الحله والمطور. هنا الجهاز بيبقى راكب، وهنا عندك الفتحه دي اهي. بصوا الفتحه دي ان انت لو هتحطي اي حاجه اثناء العجن. ده الشفشق الازاز اللي انا بقول لكم عليه، هو لتر ونص يا جماعة، 1500 ملي. برضو هو اهو اهو يا جماعة، بس انا عايزة اقول لكم يا جماعة ان ده مش ازاز، لان انا المفروض صاحب المحل كان قايل لي ان هو ازاز، بس هو مش ازاز، هو اللي هو الباغ افتكرت هو باغ. معاه كمان مفرمه، لما كنتش عارفه موضوع المفرمه ده كمان. وادي دي السلاح بتاع مفرمه اللحمه، السلاح برضو حلو ما شاء الله تقيل. بصوا معدن حلو، وده الجزء اللي هو من فوق وهنركبه برضو سوا اهو، معدن برضو تمام. وادي دي بقى، بصوا دي اللي هي انت بتنزلي بيها اللحمة او الحاجة بتاعتك اثناء الفرم اهي. وهي كمان بقى فيها ميزة، يعني هما انت دي حافظة، بصوا هوريكم حافظة لبقية الاسلحة. ودي اهي اللي هي للحشو الممبار او بس طبعا اكيد مش هنركب بقى المفرمة يعني ساعتها تمام. يبقى احنا كده ايه عرفنا، نحطهم بقى هنا. يلا بقى بينا نجيب الجهاز ونركبه سوا. بصوا دلوقتي عشان اركب السلاح
بصوا في هنا جزء متفرغ اهو، وفي هنا زي مسمار كده، هدخل اهو في الفتحة كده تمام والف. خلاص القطعة بتاعتي بقت ثابتة. دلوقتي بقى علشان افتح الجزء العلوي ده، ما اوعي تفتحي من غير ده اهو. بصوا اهو اتفتح لوحده تمام اهو، برضو هعمل كده واقفله كده، اتفتح لوحده تمام. عشان افتحه بقى، انا فتحته ليه؟ علشان احط الحلة بتاعتي تمام، اهي بقت ثابته جامد. نقفل بقى الجهاز بس كده. بصوا يا جماعة ايدي، هنعمل السرعة مثلا على واحد، نزود شوية بس. شايفين هو مش بيتهز خالص، مش بيتهز خالص بس كده. شايفين ما شاء الله هو مش بيتهز خالص. برضو عندنا السرعة اللي هي بتجيب السرعة العالية على طول اهو، او اللي انت ايه بتقطعي بيها. لو انت عايزة بقى تقطعي ايه الـ يعني مش عايزة الضرب متواصل او العجن متواصل تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنركب المفرمة سوا ووريكم برضو شكله. كاتبين في الكتالوج ان انا ما ينفعش، زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، ان انا ما ينفعش ابدا ان انا اشغل التلات وظائف مع بعض، اللي هي بقى الخلط بالخلاط او العجنة او المفرمة، لازم حاجة منهم. بيأكدوا برضو في الكتالوج ان انت ما ينفعش تشغليه اكتر من 10 دقايق متواصل. يعني مثلا انت عجنتي شغلتي الجهاز 5 دقايق، 7 دقايق، 8 دقايق، 10 دقايق، افصليه شوية زي الخلاط. مش احنا بنحافظ على الخلاط بالطريقة دي او الكبة، ايه نفس الاسلوب بالظبط. يلا هركب بقى بقية الاجهزة واوريكم. انا بقى ركبت الخلاط مع الجهاز، وطبعا الخلاط برضو نفس السرعة اللي هي 8 درجات زي ما احنا وريتكم. علشان الخلاط يشتغل لازم تكوني مثبتاه كويس، علشان الخلاط فيه حساس امان مش هيشتغل الا لو انت ثبتيه كويس. وحاجة كمان عايزة اقول لكم عليها، تقولولي طب احنا هنركب الغطا ازاي، لان الغطا مش هتدخل فيه كده. هقولك انت دلوقتي بتثبتي الغطا اهو في الجزء ده كده، ثواني عشان انا بس بايد واحدة اهو، بتثبتي الغطا كده تمام. هو علشان انا بس لازم بضغط على الزرار ده اثناء ما انا بركب ايه الغطا تمام. هبتدي بقى انزل ادي الغطا، خلاص بقى الغطا تمام محكم على الحلة بطريقة حلوة جدا. هنركب بقى المفرمة. العجان بتاعنا زي ما هو في الصورة بالظبط. الناس اللي هتسألني يا جرمين طب نجيبه، اقول لكم جيبوه. ماركة فريش في العجانات تحفة، انا اعرف ناس شخصيا عندها بقاله 2 و3 سنين بيعجنوا فيه وبيفرموا فيه، بيفرم اللحمة بال3 درجات زي ما احنا اتفقنا، غير الدرجة اللي هي راكبة في المفرمة. سعره بقى يا جماعة 3333 جنيه بالظبط كده، ورقم كله 3. ده علشان فكرة الضمان اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. بالنسبة للناس لو حبيت تجيبيه من غير الضمان، هيبقى من الضمان بتاعه من تاريخ صنعه ممكن يوصل 2900 او 2800.
سعره حلو جدا، مناسب بالنسبة لأسعار العجانات اللي بره. ناس كتير ممكن تسألني وتقول لي يا جرمين، طب هو أنا لما بشغل الخلاط العجانة بتشتغل، طب أعمل إيه؟ مفيش حاجة. لا، هما الاتنين بيشتغلوا. على فكرة ده مش فريش بس، ده في كل العجانات اللي هي فيها أكتر من جهاز تاني. لو انت مش حابه ده تقدري تجيبيه عجان لوحده بس بدون اي مشتملات تانية. كل اللي بتعمليه لو انت هتشغلي الخلاط، هتشيلي السلاح بتاع المفرمه والسلاح بتاع العجانه بالحله كمان، تمام؟ ونفس الموضوع بالنسبه لو عايزه تفرمي، هتشيلي العجانه والخلاط. يعني المهم الغرض ان انت بتشغلي حاجه واحده بس منهم. بالنسبة للناس اللي ممكن تقول هو بعد 10 دقايق بيفصل لوحده، هو بايظ؟ لا، هو مش بايظ، ده دي حاجة أمان في للموتور، عشان لا قدر الله لا قدر الله ما يتحرقش. فبعد 10 دقايق بيفصل لوحده، فما تلاقيش دي أمان، برضو حاجة حلوة فيه جدا. وانتظروا مني إن شاء الله فيديوهات كتير، هستخدم لكم كل قطعة في العجان، وهنفرم اللحمة سوا، وهنعمل إن شاء الله السجق سوا، وهنعمل الكفتة المفرغة. ياريت بقى تعملوا شير لكل الناس، علشان اي حد حابب ان هو يشتري عجان يستفيد من التجربة. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو، وتعملوا اشتراك للقناة مع تفعيل الجرس، علشان يوصلكم مني كل جديد. واي سؤال حابين تسألوني فيه قولوا لي رأيكم في الكومنت. نتقابل على خير، سلام.